اختبار تراكمي رقم 10 هتبدأ الدرس الثالث الوحدة الثانية. نركز كده مع بعض يا أولاد. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. رقم 1، إذا كانت 3 في إكس ناقص 1 بيساوي 12، فإن 5 إكس بكام؟ أنت هنا لازم تحل المعادلة دي الأول، هتقسم الطرفين على 3 عشان تجيب قيمة الإكس. يبقى انت عندك هنا اكس ناقص 1، لان انت قسمت على التلاتة اللي هي المعامل اللي بره، شايفين كده؟ اكس ناقص 1 بيساوي، وقول 12 على 3 فاضل 4، يبقى الاكس بكام؟ هتودي السالب 1 بعكس الاشاره، يبقى 4 1 5، يعني الاكس قيمتها ب 5. طيب هو عايز بقى 5 اكس، يبقى 5 في قيمه الاكس تبقى كام؟ 25، يبقى الناتج بتاعك هتاخد الاجابه د اللي هي 25. السؤال اللي بعده رقم 2، أي من المعادلات الآتية ليس لها حل في n، يعني الحل اللي هيطلع ليس عدد طبيعي. هل المعادلة ألف، خد بالك كده، 2 في 10 تعطيك 20، يعني إكس هنا ب 10، فألف هتنفع. طب هنا ليه، تعالى كده ندرس بيها، يقول لي هنا سالب 2 إكس بيساوي سالب 12، عشان تحلها تقسم الطرفين على سالب 2، فيبقى الإكس ب 6 اللي هي بتنتمي لل n، عدد طبيعي، الأعداد الطبيعية من صفر إلى ما لا نهاية. فالإن دي معناها أعداد طبيعية يا أولاد، يبقى أنت عندك هنا الستة موجودة في الأعداد الطبيعية هتنتمي، يعني ب حل. طيب ج هتبقى حل ولا لأ؟ للسؤال التاني بيقول لي هنا سالب 2 إكس بيساوي 10، يبقى أنت لو قسمت على سالب 2 يبقى الإكس يبقى كام؟ سالب 5، لا تنتمي للإن، يبقى أنا عايز الحل الذي لا ينتمي للإن، مش موجود في إن، يبقى آخد الإجابة ج. السؤال رقم 3، ما الصيغة الرياضية التي تعبر عن مساحة مربع A الذي طول ضلعه L؟ مساحة المربع بيساوي طول الضلع في نفسه، يبقى L في L بـ L تربيع، يعني ناخد الإجابة ب. سؤال رقم 4، إذا كان A على B بيساوي 12 فإن A على 3B بيساوي كام؟ هنا A على B ضربها في تلت، يعني A على B كده اضربها في تلت، لما اضرب في تلت يبقى انا هضرب برضو ال 12 في تلت، او اقسم على 3، فيبقى هنا ايه على 3 بي بتساوي 12 على 3 فيها ايه؟ فيها 4، يبقى اجابتك ب. السؤال اللي بعده رقم 5، اي مما يلي يمثل حل للمعادله في كيو، يعني في الاعداد النسبيه، كيو اللي هي العدد النسبي يا حبايبي، يعني العدد في صوره بسط المقام، والمقام لا يساوي الصفر. جاب لي المعادله 3 مضروبه في اكس زائد 6 بتساوي صفر، انت لما تيجي تحلها بتقسم على المعامل اللي هو 3، يبقى اكس زائد 6 بتساوي صفر، يبقى الاكس هتبقى بكام؟ سالب 6، بنودي 6 بعكس الاشاره، مفهوم؟ يبقى سالب 6 دي بتنتمي للكيو للعدد النسبي، يعني مجموعه الحل بايه؟ سالب 6. السؤال اللي بعده رقم 6، عددان فرديان متتاليان مجموعهما 24، أي المعادلات الآتية تعبر عن ذلك؟ هتفرض إن العددان إكس وإكس زائد 2 اسمهم عددين فرديين، زي مثلا 5 و7، يبقى العدد التاني بيزيد على العدد الأول بمقدار 2. طب هنا بيقول لي مجموعهما 24، يبقى إكس زائد ده العدد الأول أهو، ومن العدد التاني مجموعهما 24، يبقى إكس وإكس ب 2 إكس، 2 إكس زائد 2 بيساوي 24. أودي الاتنين أطرحها من 24، يبقى 22 بيساوي 2 إكس، أقسم على 2 تبقى 11، تمام؟ طيب هو عايز بقى المعادلة اللي بتعبر عن الإيه الكلام ده، اللي هي الأول معادلة إكس زائد إكس زائد 2 بيساوي 24، اللي هي الإجابة أ. هو مش عايزك تحلها ولا توجد الأعداد، هو عايزك تجيب مين؟ تجيب المعادلة الأولى بس، فتقول إكس زائد 2 بيساوي 24. فهمت المسألة ديت رقم 6؟ طيب المسألة اللي بعدها رقم 7، أوجد مجموعة حل المعادلات الآتية، أول معادلة 3x ناقص 5 بيساوي 16، هنا عشان أحلها في الكيو في الأعداد النسبية أعمل استراتيجية الحل لو أدت سالب 5 بعكس الإشارة، يبقى عندي 3x بيساوي 16 زائد 5، يعني 3x ب 21 نقسم على 3 يبقى الإكس ب 7، بتنتمي للكيو، يعني مجموعة الحل تبقى 7. المسألة اللي بعدها رقم 2،
هنا بيقول لي اوجد مجموعة الحل في زد جاب لي 2 في اكس زائد 3 تساوي 1 ناقص اكس. اول خطوة هنعملها ان احنا هنوزع يا اولاد، هنضرب الاتنين في المقدار اللي جنبه، خاصية توزيع. 2 تتضرب في الاكس يبقى 2 اكس، 2 تتضرب في التلاتة تبقى بستة تساوي 1 ناقص اكس. سالب اكس اوديها لاتنين اكس بعكس الاشارة، يبقى 2 اكس زائد اكس بتساوي عندي هنا 1، اعدي الستة بعكس الاشارة تبقى سالب 6، يبقى 2 اكس زائد اكس ب 3 اكس بيساوي 1 ناقص 6 بسالب 5، نقسم على 3 تبقى اكس بتساوي سالب 5 على ايه؟ على 3. طيب هل السالب 5 على 3 دي موجودة في زد؟ لا، لا تنتمي للزد، مش موجودة في الاعداد الصحيحة، وبالتالي مجموعة الحل تبقى فاي، اللي هي المجموعة الخالية. فهمت يا ولاد؟ يبقى انا وزعت وبعدين وديت سالب اكس بعكس الاشارة ووديت 6 بعكس الاشارة، يعني 3 اكس وهنا سالب 5، قسمت على 3 يبقى الاكس بيساوي سالب 5 على 3، لا تنتمي للاعداد الصحيحة، يعني مجموعة الحل هتكون فاي. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده، رقم 3 من الشيخ ليفين المقابل، بيقول لي اوجد المطلوب اكس لتقاطع واي. طيب تعالى نرسم الرسمة كده الأول. هنا شكل فين قدامي، عندي هنا الزد وهنا الواي وهنا الإكس. الزد كان جواها 9، التقاطع هنا 7 و8، وهنا في 5 وفي 6، وهنا في 4، وهنا في 2 وفي 3. أول مطلوب معايا بيقول لي عايز أجيب الإكس تقاطع الواي، أدا الإكس وأدا الواي بيشتركوا في إيه؟ في الأربعة. الأربعة هي التقاطع بينهم. رقم 2 عايز أجيب إكس تقاطع واي تقاطع زد. التلاتة بيشتركوا في إيه؟ طبعا مفيش عدد موجود معاهم هما التلاتة، يبقى التقاطع بين بفاي، لأن الإكس والواي والزد مش بيشتركوا في رقم، يعني مفيش رقم موجود جوه الإكس وجوه الواي وجوه الزد في نفس اللحظة. طيب المطلوب اللي بعده رقم 3 بيقول لي زد اتحاد الواي تقاطع الإكس. طيب الزد هضيف عليها التقاطع بين الواي والاكس. الزد كانت ارقامها يا اولاد 9 و7 و8، هضيف عليها التحدي، يعني هضيف عليها كمان التقاطع بين الاكس والواي اللي هو ده 4، لان الاربعه دي هي التقاطع بين الاكس والواي، دي التقاطع بين الاكس والواي، يبقى انت هتضيفها على الحل الاولاني، يبقى 9 و7 و8 و4. السؤال اللي بعده رقم 4، اكس اتحاد الواي تقاطع الزد. هجيب الاكس والواي بيتحدوا في ايه وبيشتركوا مع الزد في مين؟ طب بص كده، الاكس والواي ارقامهم كلهم 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8، دي اكس وواي مع بعض ماشي، اللي هي اتحاد اكس اتحاد واي، بيشترك مع الزد في مين؟ مع 7 و8 فقط، يبقى اكس اتحاد واي تقاطع زد هيعطيني 7 و8 فقط. تمام.